تدعوكم حسينية المرحوم الحاج داود العاشور لإحياء مجلسها طوال شهر رمضان المبارك ابتداء من يوم السبت الثاني من الشهر الرابع 2022 في تمام الساعة 9 مساء. يرتقي المنبر في الليالي العشرة الأولى الخطيب السيد محمد رضا شرف الدين الموسوي والنعم ملا علي الخاقاني ومحمد الخاقاني، ولإحياء وفاة أبي طالب ووفاة خديجة الكبرى عليهما السلام ليلة 9 و10 من شهر رمضان ملا علي الوائل الكربلائي وملا مرتضى حرب. ويرتقي المنبر من الليلة 11 من شهر رمضان إلى الليلة 21 الخطيب الشيخ عبد الله الكعبي، ولإحياء ولادة الإمام الحسن عليه السلام ليلة 15 من شهر رمضان الشاعر عبد الخالق المحنى والشاعر علي عويز الشويلي والرادود علي الوائل الكربلائي والرادود مرتضى حرب، ولإحياء ليالي استشهاد الإمام علي عليه السلام ليلة 19 و20 و21 من شهر رمضان. ستكون بمشاركة الرواديد ملا مسلم الوائلي وملا خضر عباس وملا مرتضى حرب. ويرتقي المنبر في الليالي الأخيرة من الليلة 22 إلى الليلة 28 من شهر رمضان الخطيب السيد جعفر المروج، ولإحياء الليالي 7 العلوية قعدية بمشاركة كل من الرواديد ملا محمد باقر الخقني وملا علي الوائلي وملا ثامر العارض الكربلائي وملا حامد الشيباني وملا مصطفى الكربلائي والملا سيد ثائر الطالقاني والملا سيد علي العواد النجفي، علما أن قارئ القرآن محمد نزار الربيعي، والنقل المباشر على قناة أم البنين وقناة اليوتيوب للحسينية.